السلام عليكم. يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. اكيد ان شاء الله في احلى اكله، ولكن ايه الحكايه بقى؟ زي ما قلت لكم امبارح، الحلقه مقسومه لجزئين. الجزء الاول اكل اطفالنا، والجزء الثاني الدايت، وعاملين طبقين وطبقين. ايه الحكايه بقى؟ وانا جايب حته لحمه خفيفه كده بتوع الدايت، طبعا هنشويها مع بطاطس بوريه مع خضار بطريقه ان شاء الله تكون سهله وسريعه. الطبق الثاني احنا لسه بنتكلم في الدايت. الطبق الثالث هكون عندي سلطه بالافوكادو والفاصوليا وكل انواع الخضار اللي عندي، مع حته فراخ مشويه. ده طبق بروتين على فكره، او طبق كوجبه اساسيه اللي حابب يعمل دايت، غير الطبق الثاني. لا بنختار لا ده لا ده. تعالى بقى نتكلم اللي مش دايت بقى. عندي سندوتش مش دايت خالص، يعني كريسبي ستريبس هنعمله من الاول لحد الاخر مع صوص جبنه. هنعمل صوص الجبنه الشيدر مع حضراتكم بطريقه سهله. الطبق الرابع اللي هو برضه يعني مش دايت، هعمل عجينه البانكيك بطريقه سهله جدا، او همشيها بشكل الكريب، بس عجينه البانكيك ومتقطعه زي المكرونه. هنشوف تفصيله حلوه مع الشوكولاته السايحه، عايز احط معاها فاكهه، عايز احط معاها ايس كريم، حاجات لاولادنا هتتبسط بيها ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم قبل الفاصل على كالعاده كل يوم اثنين ثابت مع حضراتكم الحلقه المقسومه لجزئين. الجزء الاول هو جزء اولادنا وحبيبنا، ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب. نحاول دايما نعمل لهم حاجات في البيت لطيفه، وبنختصر شويه الروح على المطاعم او للدليفري. اكل حلو حتى لو اكل زي بتاع الفاست فود، بس نعمله في البيت بطريقه تكون نظيفه، هو ده المطلوب. الطبق الثاني هيكون ايه بقى؟ او هتكلم على الطبق ده بالذات بقى الاولاني بقى. هيكون عندي البانكيك او عجينه البانكيك معموله بطريقه سهله جدا، اي حد ان شاء الله يخش دلوقتي يعملها من غير يعني دوشه، ومقاديرها سهله، كوبايه وكوبايه وبيضتين وحبه زيت وحبه زبده، يعني هنشوف. ويطلع معاها فاكهه لو حابين، يطلع معاها شوكولاته سايحه لو حابين، هنشوف التفصيله ماشيه ازاي. الطبق الثاني عندي حته لحمه هعملها لاهل الدايت وحبايبنا اللي بيعملوا دايت، بالبطاطس البوري مع الخضار المشوي، ولكن اللحمه دي عايزين نبططها شويه ونعملها كده الصوص بتاعها منه فيها. هنشوف تفصيله بسيطه جدا ان شاء الله. الطبق الثالث جايب عندي 2 صدور فراخ، هنقطعهم وهنتبلهم كويس جدا، نعملهم كريسبي ساندوتش. والساندوتش ده هنحط طبعا كل الانجريز اللي احنا عايزينها كلها، لو خس او الطماطم او اي حاجه، ولكن عندي حوالي 100 جرام من الجبنه الشيدر هعملهم صوص جبنه حلو جدا، اطفالنا بتحبه قوي. اما الطبق الرابع طبق دايت بقى، هيكون عندي بكل بساطه صدر فراخ، وعندي كوسه وجزر مشويين، وعندي تركيبه حلوه جدا من الخضار، فاصوليا بقى وعندي ذره وعندي فلفل وعندي كمان حته جبنه، هنشوف بتعمل ازاي. طيب على ما اعتقد كده شرح الاطباق سهل ان شاء الله. زي ما احنا اتفقنا الحلقه مقسومه لجزئين، طبقين دايت وطبقين عكس الدايت، يعني عكسهم تماما يعني. طيب ايه الموضوع؟ والله فكره الاكل الدايت طبعا ناس كتير جدا بتحبه، وناس كتير جدا بتحب موضوع حتى لو مش دايت اكل صحي، يكون شويه ما فيهوش دهون كتير، ما فيهوش صوصات كتير، ما فيهوش تفاصيل تكون فيها صعوبه في الاكل او في التسويات او في الهضم، ودي اهم حاجه. اساسي عامه في طبق الدايت هو بيبقى وجبه غذائيه، انا مش بعمله بس كسلطه. يعني مثلا عندي سلطه الخضار دي حاطط فيها صدر فراخ، ليه؟ مش عشان هي سلطه، لا، عشان النهارده اللي بيعمل دايت عادي جدا دي غداك النهارده، او هو ده الغدا بتاعك. نسبه البروتين موجوده، الخضار موجود، التفاصيل كلها هنتكلم عليها واحده واحده. نفس الموضوع الطبق الثاني اللي هو دايت برضه، حته لحمه كبروتين مع تشكيله من الخضروات بطريقه مختلفه شويه. اما اللي مش دايت هيبقى مش دايت بجد بقى، هيبقى صوص جبنه بقى وحاجات مقليه وحاجات مش عارف ايه، والثاني هيبقى فيه صوص شوكولاته وبتاع، تركيبه حلوه ان شاء الله. طيب تعالى نخش في اول حاجه مع حضراتكم نشوف حته اللحمه دي اخبارها ايه، عشان عايز ابططها واتبلها واسيبها شويه، شويها سهل ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اي لحوم عندنا انا عايز امشيها ما عنديش مشاكل فيها خالص، يعني لو انا عايز حته لحمه معينه مثلا من الانتركوت من التيب اي حاجه ما فيش مشكله. انا جبت حته لحمه عاديه، يعني مش بيفيه مش بيفيلي، حته لحمه عاديه جدا، بس الشطاره نتبلها كويس وندلعها كويس في التسويات. طيب هجيب عندي الاول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كيس بلاستيك، ابطط حته لحمه شويه، سمكها عالي، انا ممكن ابططها سنه بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم. والتبطيط ده مهم لحاجتين، اولا يخلي حته اللحمه تكون بتستوي معاها بسرعه وتتبل بسرعه، وثانيا ما يبقاش سمكها عالي فالواحد يبقى حاسس ان احنا بناكل بقى يعني موضوع كبير، لا تبقى مورقه شويه.
وكمان التبطيط ده يدخل الانسجه، اخلي الانسجه تفتح شويه فيدخل فيها التتبيله، ده المطلوب كده. شايف الكلام؟ ادي حته اللحم. تاني اي حته لحمه عندي اقدر امشيها بالتتبيله تكون لطيفه، وببطط بالشكل ده. والحته الاخيره بس. حلو الكلام، كلام جميل. طيب ايه بقى الحكايه؟ الله تعالى يعمل تتبيله سريعه وبسيطه. اول حاجه عندي في تتبيله اللحوم عامه مستحب جدا يعني وتستاهل عليه جدا، لما يكون عندي بسم الله الرحمن الرحيم حبه ميه بصل او تفل البصل، زي ما احنا عارفين كالعاده حتى بنلاقي عند اي كباك بفكره البصل المبشور بميته بيبقى فيه تيست كويس قوي. ولو حبينا نحط اعشاب ماشي، ما حبيناش برضه ماشي، بس الاعشاب بتدي نفس حلو جدا جدا، وبالاخص الروزماري ده او اكل الجبل. فلفل اسود عفوا شويه، وما جروش عشان يبقى ريحته باينه ما يبقاش ناعم بس كده تمام. وسنه ملح ايوه بس كده. حلو الكلام. وكالعاده لازم ندوب البهار اللي احنا حطيناه او الملح او اي شيء الاول كده. وهجيب عندي حته اللحمه اللي احنا ورقناها شويه بالتبطيط. بص السمك بقى عامل ازاي، بقت ناعمه جدا، فهتستوي معايا ان شاء الله بسرعه، وهو ده المطلوب. اثبت هتبل كويس حته اللحمه واسيبها على جنب وانساها شويه. ودي على الشوي ان شاء الله. عندي بطاطسين مسلوقين مهروسين لسه هدلعهم شويه واظبطهم عشان يطلعوا معايا بوري ان شاء الله، يعني مع الكوسه مع جزر مع بروكلي مع اي حاجه انا بشتغل بيها. طيب ده اول حاجه. طيب ايه بقى تاني؟ هنخش في الفراخ عشان نبدا نشتغل فيها برضو. نقلب القطاعه عشان بس نبقى واضحين، وهنشتغل برضو في فكره الفراخ ونتبلها تتبيله تكون كويسه عشان بعد كده ان شاء الله هنكون موفرين الفيجيتار اللي موجود او البقسماط او اي شيء نقدر نتبل بيه زي ما احنا عايزين. عندي ثلاث طرق للبني او فكره التبني بتاع البني عامه. جملتين انا عارف ورا بعض، اللي هو فكره البني اللي هو الدقيق والبيض واللبن. طيب ايه بقى الافكار اللي بتتكلم؟ انا مش عارف ايه الجوانتيات مالها النهارده فيه. في عندي نوع ممكن احط عندي كوبايه دقيق على كوبايه لبن مع 2 عدد بيض مع سن فلفل اسود، واعمل افراي اللي هو لو حابب احط بس اغطس الفراخ او اللحمه واطلع في الثلاجه شويه، ده طريقه. وعندي طريقه ثانيه اللي هي العاديه بتاعتنا اللي هي البيض مع اللبن مع الدقيق مع البقسماط. وعندي طريقه ثالثه اني بمكس كله مع بعضه وبديله دقيق خل وبرده بغطس. هنشوف نعمل ايه؟ تعال نقطع الاول الفراخ ونشوف حكايتها ايه. دي لحظه واحده. نعمل التتبيله الاول عشان بس ما نزفرش الدنيا واحنا شغالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه ملح وحبه فلفل اسود. دي كريسبي ستريبس اللي هشتغل بيها النهارده. ملح وفلفل اسود، وعندي سن بابريكا، توم باودر على بصل باودر، على لو عايزها سبايسي بدي تاتش شطه، مش عايزها سبايسي انا تمام جدا. ممكن ادي عندي سن البهار. دي البهارات اللي بشتغل بيها للتتبيله بتاعتي. شايف المنظر عامل ازاي؟ ما فيهاش اي صعوبه خالص. وكمان لما نحب نعلي التيست قوي وحابين نزود يعني ممكن، بص مش متشاف تاتش توب، مش متشاف خالص، بدي ريحه حلوه كده. طيب انا كده زي الفل جدا تتبيلتي تمام التمام. عايز بقى احط عليها زعتر، ما عنديش مشاكل. عايز احط عليها اي اعشاب تانية انا برضو ما عنديش مشاكل، بس انا كده زي الفل جدا ما عنديش اي مشاكل خالص. طيب هنجيب عندنا صدر الفرخه ونيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم نعمل كده، ناخد الحته اللي ورا دي كده ونيجي نعمل كده كده ونيجي نشتغل واحده واحده كده. بص يا فندم كده تمام. تاني صدر الفرخة اهو بقسمه الى جزئين كده، شوف
وباجي اقطع بالطول كده. بص صدرين عملوا معايا كميه قد ايه، ودي كمان هروح اعملها كده. حلو كلام لحد كده، كلام جميل وزي الفل. طيب وبعد كده هنبدا نجيب عندنا عصره ليمون مزازه، عصره ليمون. حلو كلام. وادوب برده سريعا كده. بص يا فندم ايه اللي حصل هنا، نروح جايبين الكلام ده كله وعاملين كده. شوف ريحه الثوم البودر والبصل، حاضر بصل البودر والثوم بودر ريحتهم عاليه جدا. بص الاحمر كمان بتاع البابريكا عامل ايه، وسنه سبايسي لو حابين نزود ماشي، مش حابين برضو براحتنا. حلو كلام لحد كده، كلام جميل. طيب هنعمل ايه يا شيف بقى عشان بس نبقى واضحين، عندي الفيجيتار ثابت وعندي الدقيق ثابت وعندي كوبايه اللبن واحد عدد بيض. الاسهل لحضراتكم انا عايز اعمله، مش عايز اكلكعها معاكم، المهم عندي التتبيله وفكره الكريسبي تكون معموله ازاي. تعال نقفلها بالمره حالا، والله هكون معاكم حالا حالا حالا. هجيب عندي واحد عدد بيض كده، وعليه حبه لبن مش شرط تكون الكوبايه كلها كده. حلو. وعندي المضرب اللي كنت شغال بيه. حلو الكلام. فلفل اسود ده مهم جدا ما ينفعش ننساه عشان الزفاره بتاعت البيض من حاجتنا. حلو الكلام ده، كلام جميل. طيب يبقى كده احنا عملنا البيض مع اللبن، ما فيهوش اي تفاصيل صعبه. فكره البقسماط او الفيجيتار او الدقيق بحطهم عندي في طبق كبير او بول زي ما حضراتكم شايفين كده، تبقى فيها براح عشان اعرف ابطط شويه الحاجه اللي هشتغل بيها. هجيب عندي الاول الدقيق، وهجيب عندي الفيجيتار او البقسماط الناعم حسب اللي عندي، وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده. بص المنظر كده كده، وراح مفضي وماسك كده كده كده، وراح عامل كده. طبق ده صغير، هنجيب حاجه اكبر ونعمل كده تاني كده. افندم واسف للتاخير، اتفضلي. كده افندم منور هانم. صباح الفل يا صباح الورد والهنا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير، اهلا وسهلا يا رب بيك. دايما ايه الجمال اللي حضرتك بتعمله لنا النهارده؟ ده جمالكم يا فندم، ربنا يديك المحبه، تسلمي. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك في عمرك. انا مش عايزه اقول لك ان احنا بنشتري الحاجات دي من بره بمبالغ وقدرها. والله والله ملوش داعي، امور بسيطه بتعملها كده بسيطه، يعني نعمل كل حاجه في البيت، وفي حاجات من بره برضه ولكن مش كله من بره، ده المقصود فعلا. والله بالهنا والشفا يا فندم، اوامرك امر. احمد كان عايز يكلم حضرتك. احمد ابن حضرتك برضه عايز اجدد الاشتراك بتاع المسابقه بتاعي. حاضر يا فندم، اوامر امر. ابو حميد خد احمد مع حضرتك. حاضر، ربنا يحميهولك يا رب. يا احمد ماشي فعلا. صباح الفل يا حماده، عامل ايه؟ الحمد لله، اخبارك انت ايه؟ كويس. انت وحشتني يا صاحبي جدا. هتجيلنا امتى؟ هتجيلنا امتى؟ قريب قريب ان شاء الله، تنورنا. طب حاضر، انت عندك كام سنه يا حماده؟ 6 سنين. ما شاء الله، بتعرف تعمل اكل ولا لسه شويه؟ ها؟ لسه شويه بتعلم. طب يلا اتعلم طبق حلو عشان تنورني. هو انت اللي جاي المسابقه ولا ماما؟ انا. طيب يلا اتعلم طبق حلو عشان اشوفك. ماشي؟ لا. هستناك يا حبيبي، ربنا يحميك يا حبيبي، شكرا جدا لمكالمتك انت وماما، وهستناكوا ان شاء الله. حاضر يا جوري. صباح الفل يا قمر. صباح النور. اهلا وسهلا، ازيك يا جوجو؟ الحمد لله. اخبارك يا جميله؟ الحمد لله كله تمام. تحت امرك. انا بحب قوي، انا بحب البرنامج قوي، وبحب البيتزا قوي، وعايزه حلقه تبقى كلها بيتزا قوي. طيب انت هتيجي تعملي حاجه معانا في البرنامج بقى اللي بتحبيه ده، وتعملي معانا بيتزا، ولا عايزه تتفرجي علينا بس؟ لا انا عايزه الاثنين ان شاء الله. خايمه جدا. لا ما هو انت لازم تكوني انت شاطره في حاجه عشان تنورينا كمان، ونتعلم منك بقى البيتزا بتاعتك، ولا ايه؟
على فكره انا بعرف اعمل اكل كتير قوي حلو. انا طيب. بعمل مكرونه بالبشاميل وبعمل الله كتير. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. طيب خلاص يلا بينا نعمل كده مع بعض حلقه لطيفه، ايه رايك؟ تمام هستناكي. اوكي اوكي برضه هنعمل لك البيتزا. حاضر تمام. ربنا يحميك يا حبيبه قلبي. صباح الفل عليكي ساره. الو صباح الفل يا ساره، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك يا فندم؟ كله تمام الحمد لله. تحت امرك امر. دلوقتي انا عايز اسال عن طريقه المكرونه بالبشاميل والطاجن البشله باللحمه. حاضر يا فندم، اوامرك. بشكرك، شكرا. حضرتك منور الشاشه والله. ده بوجودك يا فندم، كلك ذوق والله. تسلمي. شكرا يا فندم. حاضر يا ساره هاني. حاضر. طيب لحظات شباب، احنا ما فين الفيجيتار؟ انتوا بتضحكوا على ايه؟ هو الفيجيتار ده يعني ما كملش الاكل معايا، ما عندناش تاني؟ طب وانتوا جايبين لي احلف عليهم يعني؟ اديني وقفت اهو. طيب خليني احط حضرتكوا، شفتوا كده التفاصيل عامله ازاي؟ انا تمام، اهم حاجه بس اوضح لحضراتكم كده بقت كل حاجه واضحه. حلو؟ هعمل ايه بقى؟ ادخل الثلاجه شويه او الفريزر نصايه ونشوف هيحصل ايه. كده ونوسع مكاننا بقى ونخش على اللي بعده. اول بقى اول بقى ننظف مكاننا كده عشان ايه نخش على تتبيله الفراخ الثانيه بتاعه ايه السلطه. اي تتبيله انا بحبها ما عنديش مشاكل فيها. انا النهارده عملت تتبيله سيمبل جدا ما فيهاش اي حاجه من الصعوبه. ممكن اديها حبه زيت، حبه ليمون، فص ثوم لطيف، ممكن اديها زعتر لو حبيت، يعني التفاصيل اللي ممكن حسب كل واحد يحبها في الدايت. لان الدايت طبعا في مشكله بعض الناس تبقى متضايقه منه او مش مبسوطه ان يبقى طعمه مش حلو، بيبقى والله بحس ان هو متكرر، وده حقك وحقك طبعا. احنا نعمل ايه بقى؟ نحاول نوصل الامور بطريقه بسيطه، نحاول ندلع الطعم بطريقه ملائمه للذوق وهو ده المطلوب. يعني موضوع الملح اللي لا خالص دي انا ضده، لازم جسمنا ياخد ملح بس بنسبه تكون بسيطه ومش زياده. بهارات طبعا نحط سن البهارات لطيفه، ونتبل دايما بالخضار الفريش. ايه الخضار الفريش؟ يعني البصل بتاعنا فريش، طماطم فريش، الحاجات دي مهمه جدا في التتبيلات. يا بلال باشا. حاضر. يا صباح الفل. صباح الورد والهنا. ازيك يا سيدي؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ ونحمد ربنا والله كله زي الفل. حلو الاكل بتاع النهارده ده عشان بس تتفرج علينا والله. الله يخليك. احنا بنجيبه فعلا زي ما الاستاذه كانت بتتكلم المكالمه اللي فاتت، بنجيب الحاجات دي من بره غاليه فعلا، وهي مش مكلفه لو اتعملت في البيت فعلا. والله العظيم الموضوع بسيط. يعني بالظبط. انا مش ضد المحلات والله ولا المطاعم، انا بس مشكلتي اني بحاول يعني انا زيكم برضو والله برضو ما بحبش. أيوة فكره الاكل يبقى دايما من الشارع مهما كان حلو. لو مره في الاسبوع ماشي. انا بقول كده، ما بقولش لا خالص، بس مش دايما بقى. يعني مش معقوله شارع شارع شارع، تكلفه عاليه والحاجات مش كلها كواليتي زي ما احنا متخيلين. فالالطف نعمل عليها هو بيبسط لنا كل حاجه، مش محتاجين اكل في الشارع. يخليك يا يعني. فندم ده عشان بس انتوا تتفرجوا علينا والله، وده شرف ليا يا فندم. ربنا يعزك. انا عايز اشكرك على البيتزا اللي انت عملتها وكسرت الدنيا دي. طب جربت ولا عملت ايه؟ بسم الله الرحمن. جربت ولا ايه الاخبار؟ والله جربتها جميله. طب الحمد لله مظبوطه زي ما انت قلت. بالهنا يعني والشفا يا فندم. المقادير بالظبط يعني. بالهنا مقادير سيمبل على فكره، احنا حاطين لها حاجات بسيطه جدا يعني. حاجات بسيطه جدا مش مكلفه كمان. بالهنا والشفا يا فندم. الله يخليك. كلك ذوق وشكرا لمكالمتك والله. تسلم. شكرا. ربنا يعزك. كتر خيرك يا استاذ بلال. طب حطيت ايه دلوقتي؟ حته اللحمه المشويه المتبله، بصلتين حلوين يدوا نفس حلو. انا محتاج النفس ده، ده اهم شيء عندي ان انا اتبل حاجتي كويس. شوف بعمل ايه عشان ازود النفس. شوف فصين التوم دول هشيلهم في الاخر بس هيتشووا، هيبقى في ريحه حلوه على حته اللحمه. حته اللحمه محتاجه تتبيله حلوه، مش محتاجه بس تسويه بس، لا تتبيله تخلي يعني حتى لو مش دايت لو عادي لما نتبل كويس قوي حاجه تلاقي فيها تحس انها مخدومه. وتتبيلتنا ايه النهارده؟ ملح وفلفل، حبه اعشاب لو حبينا، سنه زيت عشان حاجه ما تتزقش مني وتبقى لامعه، ولا اكتر ولا اقل. طيب يعني انتوا جبتوا لنا الفيجيتار دلوقتي؟ خلاص ما علينا. ماشي، سيب السلطه دي في الاخر. اللحمه خلاص بتتشوي. الفراخ هتتحمر كمان شويه لما تمسك نفسها. تعال نتبل الفرخه دي بالمره عشان ندخلها الفرن بحيث نكسب وقت تسويتها. صدر الفراخ عادي جدا، همشيه النهارده بتست حلو، زعتر وليمون بقشره. وبلاش مستردة بصراحه، انا مش بحب في الدايت المستردة ده دايما بيبقى فيه مشاكل.
يعني هو الكاتشب والمايونيز مش دايت. انا بقول بقول الصراحه لما مش دايت هنحطهم في طبق تاني دلوقتي هيبقى طعمه حلو برده ولكن الوضوح حلو. طيب ايه التتبيله بتاعتك يا شيف؟ والله تتبيله سيمبل جدا حتى في نفس الطاسه دي في نفس عفوا الطبق ده. هعمل كده بسم الله هقطع الليمون كده ماشي وهحطه كده على وش خدت بالك وحبه الزعتر الحلوين دول كده نفس الكلام وتاتش بابريكا يخليها محمره معايا. شوف سنه الملح قد ايه سنه بسيطه اهي مش كتير ولو حابب اطعم بسنه بهار تاني متشكرين. معايا سنه زيت لطيفه برده تخلي الحاجه معايا طريه ما تبقاش ناشفه مني كده وراح اعمل كده بقى وتبل حته الفراخ وش وظهر كويس كده اهو. شوف شوف الليمون مع الزعتر معلش بقى عندي حته كمان عايز اعملها. شوف هعمل ايه تاني بص كده يا فندم شوف ده ما تبلش شايف هيبقى طعمه مش حلو. طب ما نعمل كده يا فندم اهو وش وظهر اهو خلي الحاجه تبقى متبله واخده حقها زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه. طب وبعدين يا شيف والله ولا قابلين طاسه واروح عامل كده شوف ومنزل بالتتبيله دي كلها معايا هنا برضو على وشها كده وهفت عليا هفت شوف فص التوم ده خدت بالك منه بس خلاص. وبعدين ولا قبل ندخلها على طول الفرن نسيبها شويه يعني ربعايه تلتها نشوف شكلها عامل ازاي. بسم الله هرجع بص بصه على اللحمه نشوف اخبارها ايه. بسم الله شوف الملامح فين الفرن ليه بيطوي وبتجهز شوف حته اللحمه ما خدتش مني حاجه وسيبها تكمل تسويتها مع البصلايه مع حاجتها كلها بس تمام تمام. نرفع الكلام ده كله ونخش على اللي بعده. ايه اللي بعده بقى؟ نعمل البانكيك او نعمل العجينه عشان نسيبها تريح شويه. حلو؟ ايه المقادير؟ ممكن الشباب ننزل المقادير ونثبتها شويه. المقادير عندي ما فيهاش اي صعوبه ان شاء الله. عباره عن ايه؟ كوبايه دقيق على كوباية لبن على 2 عدد بيض على 50 ملي مثلا زبدة بلاش زيت عشان تبقى فيها تيست كويس وبلاش سمنة عشان ما تبقاش تقيلة تمام. وعندي حبة سكر باودر عندي حبة فانيلا التوبنجز بقى أو أي حاجة هزودها براحتي خالص عندي حبة بيكنج باودر مستقول لكم عليها برضو. عايز أزود بقى أي حاجة زي شوكولاتة سايحة فاكهة ده كله براحتنا ولكن هي الفكرة مش بس في البانكيك او بالكريب اللي هيتعمل بالشكل حضراتكم تشوفوه لا ده هيتقطع يبقى شكل المكرونه بسكه كده ان شاء الله تعجب حضراتكم. طيب والسكه دي بصراحه انا ما كنتش اعرفها انا هقول لكم انا عرفتها ازاي. في بعض المحلات هو ده اللي بتكلم عليه بقى بالمناسبه بقى بتبيع الكريب او البانكيك بطريقه جديده للاطفال فبنتي منهم بتحبها جدا فاكتشفت الموضوع ده فقلت اعملها لاخواتي واولادنا برضه الصغيرين بحيث يتبسطوا ويشوفوا برضه افكار مختلفه شويه. فالتجربه هتعجبكم بفكره ان هي قطعه عامله بلاش احرقها يعني خلينا نشوفها على طول هتعجبكم ان شاء الله. طيب ايه المقادير؟ قلنا كوبايه دقيق كوبايه لبن كله ساقع ماشي واثنين عدد بيض ولكن التدريج هنا مهم جدا في الخفق بتاع الـ 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 العجينه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم بوله فاضيه عندي مضرب كهرباء او المضرب بتاعنا في البيت عادي ايا كان بس الافضل الكهرباء هيسهل معاك شويه. اجم كده حاجتي جنبي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم لما اشتغل في اي حاجه فيها بيض ببقى قلقان من الزفاره. في الحاجات السخنه دايما ايه بتيجي على فين؟ على فلفل الاسود ده طبيعي. طب وفي الحاجات المسكره ايه اللي تيجي على فين؟ على كيس فانيليا. قبل اي كلام شم ريحه حلوه وانا بشتغل واحس ان احنا بنعمل حاجه حلوه فعلا. بسم الله. نروح هنا في ريحه فانيليا حلوه بقى هو ده اللي بتكلم عليه. الاول البيض لوحده يتضرب الاول جدا كمان قبل ما احط عندي الحليب. ليه؟ عشان البيض ساعات من درجه الحراره بتاعت الجو او اضاءه ممكن تحس ان هو ماسك شويه هيفك اكتر كده قدامنا هنا عشان ما يكلكعش معايا في اللبن وانا بضربه.
كده، كمان لما اضربه كويس بالفانيلا كده احس ان هو بيهيش معايا بيعلى. حلو، واقوم راح معلي التيست بايه بقى، خد مني بس تعالى، وراح معلي التيست كمان ولسه بضرب كده سنه سكر كده. يبقى فانيليا وسكر الاول، سكر باودر او عسل نحل اللي موجود. بعمل بس كني بعمل فوم، ده هيفرق معايا جدا في الاخر، هتشوف العجينه شكلها عامل ازاي. معلش يا استاذ خالد مش هيطلع فاصل غير لما اخلص دي بعد اذن حضرتك، ممكن؟ كلك ذوق. استاذ خالد منورنا النهارده والله. الله يخليك. بص بقى كده احنا زي الفل جدا، تمام التمام. طيب حاجه مهمه جدا عايز افكر حضراتكم بيها، لما نيجي نجيب دقيق ونشتغل بيه لاي حاجه من المعجنات لازم ننخله شويه. يعني ننخله يعني المصفى ده، وهوريكم برضو انا قصدي ايه. انا جايب كده مثلا كده، ادي بولت الدقيق بتاعتي. بص هنا الدقيق شكله عامل ازاي وهنا شكله عامل ازاي. بص بقى هو مش احسن حاجه، بس دي بطلع اي هواء واي كلاكيع تحصل معايا. بص حتى لو كاكاو كمان بيبقى مهم جدا انخل الحاجه قدام. طلعنا اي بابلز اي حاجه بس كده، شكرا. دي نظيف وزي الفل وتمام التمام. بص المنظر بقى عامل ناعم جدا، وهو ده المطلوب. انزل واحده واحده، بسم الله كده اهو. وعندي اللبن بقى، الحليب واحده واحده بسم الله. احنا عندنا يعني ما شاء الله الجكات قد كده، مش عارف ليه زمايلي النهارده حاطين لي اللبن في بوله زي كده، بس ماشي هقول لكم قصدي. اقلب وانزل السكر تكمله. دي مش حاطين بحاجات زي كده عندنا اللبن. اضحك اضحكلي، كني بقول نكته، اضحكلي واعمل لي كده عندي. انا شامان انا عامل مشاهد كده يعني، اقول والله اللبن وقع مني عشان خاطر زمايلي حطوه مش وراح اعمل كده يعني. بص المنظر عامل ازاي، العجينه بقت عامله ازاي يا حفيد. شوف مجمع كل حاجه، وهبدا اعمل ايه، انزل عندي بالزبده الدافيه اللي هي ما بقتش دافيه. شايف عامله ازاي، خدت بالك؟ بس الاول نعمل ايه عشان ندفيها، اقول لكم هنعمل ايه حالا. يا اما لو عندي حمام بخار كده ميه اعمل كده، او لو ما عنديش، هو عندي بس انا ابقى غلبه جامده جدا، عندي اوبشن تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا ولا عليا؟ خدت بالك بعمل ايه؟ ادفيها بس عشان بس ايه؟ آسف جدا على الإزعاج. وبكده يكون خلصنا. ادي المقادير، نرفع الكلام ده كله بقى عشان نبقى تمام التمام وواضحين في كل حاجه حالا.
تمام لحد كده؟ تمام جدا وزي الفل. شايفين اللحمة المشوية عاملة ازاي؟ معايا يا فندم؟ شوف الكلام. خلاص حتة اللحمة دي خلصت. شايف الملامح؟ طيب. خلاص خلصنا كده الفقرة دي، خلصنا الفقرة دي. طيب عندنا طاسة حلوة. فاصل بقى، أنا كنت هعمل واحدة بس حتى كده. ها؟ ما بقاش طماع صح؟ أنت حبيبي يا عم خالد مش هينفع أقول لك لأ. طيب على بنروق المكان. حاضر ماشي كده. نطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل إن شاء الله نرجع ونواصل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب مراجعه سريعه اللي حصل قبل الفاصل. اللي بتحمر هي الفراخ اللي عملناها من شويه مع حضراتكم. جبنا صدور الفراخ، تبلناها بتتبيله حلوه زي ما اتفقنا مع حضراتكم، حابين نحط سبايسي ماشي، يعني سن البابريكا بتبقى مخليها حاجه محمره زي حضراتكم شفتوها كده. عايزينها سبايسي تبقى كرانش سبايسي ماشي، وبطلع على مصفى دايما لو واثق كويس جدا من الزيت بتاعي ومظبط نفسي. انا بالنسبه لي شايف ان المصفى افضل من المناديل في بعض الاحيان، يعني ممكن لو احنا الزيت بتاعنا ما كانش كويس وحمرنا وطلعنا على مناديل هيعجن الموضوع، هيبقى قلق شويه. فالافضل ان احنا الزيت بتاعنا يكون سخن وغويط فنقدر نحمر ونطلع على مصفى، هيبقى لطيف جدا. هنعمل ساندوتش ان شاء الله بحركم دلوقتي. الناحيه الثانيه جبنا حته لحمه دخلناها تتبيله، ميه بصل، ملح وفلفل، اعشاب لو متوفره، شويناها شويه وحطيناها عندنا في الفرن تكمل بقيه تسويتها، يعني تبقى تمام تمام. الفراخ جبنا الليمون فرمناه، زعتر، سن البابريكا، فص ثوم، ملح وفلفل، شوحناها بتاع السلطه برده كمان شويه. هنا البطاطس دي بطاطس بوريه مسلوقه عادي جدا مهروسه زي ما حضراتكم شايفين كده. دي هتمشي معايا لايه؟ للحمه اللي انا شغال بيها دايت، بس انا قلبي بيقول لي عايز مكعب زبده الصراحه، هتفرق كتير والله العظيم. طبعا بس هتطلع بره موضوع الدايت اللي بتكلم عليه، ولكن خلينا نمشيها كده. فلفل اسود طبعا ريحته حلوه جدا، بس ممكن ندلعها شويه يعني لو حبينا، يعني تاتش تومه حلوه كده في النص مش باين، وسنه زيت زيتون معلش. عايز احط جبنه ماشي، مش عايز انا كده زي الفل قوي، احط بقدونس اي حاجه انا عايز امشيها، لكن انا همشيها كده في منتهى البساطه. فيها ريحه التوم، فيها فلفل اسود، فيها سنه ملح كمان اهي. يبقى احنا عملنا بطاطس بوري حلوه لايه بقى؟ يطلع سايد اوردر مع اللحمه اللي انا همشيها دايت النهارده او اللي انا شويتها، تركب مع الخضار اللي عندي. هبص بص على اللي بتحمر ما شاء الله، شايف الملامح عامله ازاي؟ اتفضل شوف شوف، ده كله بنص كيلو بانيه يا فندم، تقدر تعملي ده كله في البيت بكل بساطه وسهوله بالطرق اللي نفسنا فيها اهو. شوف طبعا عايز امشيه مع مكرونه ماشي، عايز امشيه مع عيش ماشي، بس النهارده انا همشيه ساندوتش لطيف جدا ان شاء الله يجيب حضراتكم، وهو ده المطلوب. نشيل الزيت دايما بعيد على النار، ربنا يكفينا شرها. و في حاجه وقعت كده هنشيلها برده عشان ما تعملش ريحه، بس كده ونرجع نكمل اللي هنتكلم فيه. بس شايف الزيت اهم حاجه يبقى غويط وسخن، ابدا احمر يطلع معايا بالنتيجه حاجه الشوره دي، لكن لو الزيت ده قليل هينشف مني بسرعه والحاجه هتبقى مش مظبوطه، ولو كمان الزيت بارد الحاجه مش لطيفه. طيب تعال نخش نكمل، نخش نشوف احنا بنعمل عجينه من شويه لطيفه، تعال نشوف نجاحها وصل لحد فين. والطاسه دي هنعمل فيها صوص جبنه برده هيمشي معانا دلوقتي يبقى لطيف جدا. دي الطاسه كلها عارفينها طبعا بتتباع في اي مكان، اي طاسه هتكون فيها ماده العزل بس اللي هي دي عشان ما تتزقش مني. مسلطحه غويطه ايا كان ما عنديش مشاكل خالص، ولكن فرشه لطيفه وسنه زبده سايحه او مش سايحه مش فارقه، انت هتجيب البان كيك اللي عملناه او العجينه. طبعا الطبيعي ان هي تربط شويه في الثلاجه تشمع تبقى ماسكه نفسها شويه. ادي الفرشه بسم الله، شوف مش كتير، بص بعمل ايه اللي هو كده، خدت بالك؟ بص بس وهرفع على طول مش هزود. بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد واحده بس كده وابدا اعمل كده بالنص وبعمل كده بس، سيبها شويه شوف شكلها عامل ازاي وملاوحها اخبارها ايه. هنا ده تمام، عايز اعمل صوص سريع
لصوص الجبنه. جبنه شيدر، معلقه دقيق، ومعلقه زبده. ازاي؟ يلا بينا. هناخد معلقه الدقيق ومعلقه الزبده على جنب هنا، هنجيب معلقه خشب، هنحط عندنا معلقه الزبده على نار هاديه كده، وهنبدا نشتغل واحده واحده. اول ما الزبده تسيح كده هروح جايب نفس الكميه المظبوطه بتاعت الزبده دقيقه، وبعدين انا قبل ما سيبهاش الزبده تحرق مني، ادي معلقه الدقيق بتاعتي، شكرا، مضرب. ماشي، هرجع خدت كل حاجة مني كده، وش هقلب كويس جدا الزبدة والدقيق كده، وراح اعمل كده بسم الله. خدت بقى حركة فن معايا، هرجع تاني واقلب الدقيق بالزبدة، هم يسخنوا شويه كده ما اخليهمش يغمقوا، عيني عليهم، وده كمان عيني عليه، ده خلصان. بص الباب كيك عامل ازاي، خدت الحركه بنم، هرجع تاني برضو بالفرشه هي هي، مش هزود عليها حاجه تانيه خلاص، وراح اعمل كده، وراح اعمل كده، وراح جايب المغرفه ومنضف الاول، وعامل كده ونازل في النص وسايبها تريح براحتها. هرجع تاني الزبده مع الدقيق، ده صوص الجبنه، ركزوا معايا شويه فيه يا جماعه والنبي. عندي لبن او كريمه لباني اللي متوفر عندي، بس انا عندي هنا قدامي هاخد حبه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اعمل كده. خدت بقى قفلني وراح قايل دي كمان كده، ورجع تاني رابط الدقيق باللبن كده، حبه الكريمه اللي بتكلم عليهم بقى، يعني تست معايا شويه، وارفع من على النار، واروح اعمل كده كده، ده التقل اللي انا بتكلم عليه. خدت بالك يا فندم؟ هنا بقى الجبنه الشيدر هتنزل، نبدا نقلب فيها، نرجع تاني على النار تبدا تسيح. شكرا، وارجع تاني واقلب. افندم ها مش سامع، انا اسف. ام ياسين صباح الفل، صوت واطي يا جماعه قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك يا ام ياسين. انا مش طالع اعمل ايه؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير، تحت امرك امر. الله ما يمرش عليك ظلم، ربنا يبارك لك. انا بجد بشكر حضرتك على كل حاجه بتعملها لنا. لا شكرا على واجب يا فندم، نجاح، ربنا يخليك ويبارك لك يا رب. اتفضلي يا فندم. ياسين ابني كان عاوز يكلم حضرتك. يا سلام، ينورنا يا اسو الجميل، ربنا يحميه لك يا رب. حاضر يا رب. الدهون يا فندم. الله يعافيك. اهلا وسهلا، ازيك يا اسو؟ الحمد لله. اخبارك يا صاحبي، عامل ايه؟ الحمد لله، بحبك قوي قوي. وانا بحبك جدا جدا، وعايز اشوفك كمان. انت منين يا اسو؟ ايه انت ساكن فين؟ بسم الله. في المعصر. في المعصرة؟ في القاهرة يعني؟ ايه؟ في القاهرة؟ صح كده؟ طب هشوفك امتى؟ الو؟ حضرتك تحدد. انا حدد دلوقتي كمان لو عايز. طب ممكن تقدم بس لو سمحت في المسابقة؟ ليه؟ تقدم في المسابقة؟ مش سامع. هدخل المسابقة. يلا حالا في المسابقة سجل، وان شاء الله تنورني في اقرب مسابقة. حاضر يا استاذ ياسين، حاجة تانية؟ يوسف اخويا عايز يكلمك. الدهون حاضر يا يوسف. ازيك يا يوسف يا حلو؟ الحمد لله. اخبارك يا صاحبي؟ طمنا عليك. الحمد لله. دايما عندك كام سنه انت؟ ست. ما شاء الله ما شاء. وبتعرف تعمل اكل ولا لا؟ لا لا خالص. بعرف. طب يا عم اتعلم حاجه، طب وقول لي. طيب ها؟ بعمل جبد وقوارص. بتقول ايه؟ بعرف اعمل جبد وقوارص. ده حلو قوي، ده انا ما بعرفش اعملها، انت كويس تعرف تعملها، تعال علمهالي.
ماشي؟ هجيبها من على النت حضرتك. جيبها ايه؟ من على النت حضرتك. من على النت حضرتي؟ والله انت اللي حضرتي يا حبيبي، حضرتك والله. حبيبي ماشي الكلام. يلا هستناك يا حبيب قلبي، صباح الفل، ربنا يحميكم يا رب. افندم. هلا هانم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك يا فندم. تسلم إيدك على الأكل الجميل ده. كتر خيرك يا فندم، كلك ذوق، تسلمي وتعيشي. ياسين عايز يكلم حضرتك. مين يا فندم؟ ياسين. ياسين اديني ياسو الجميل، ربنا يحميهولك. ألو. بعرف أعمل أكل. السلام عليكم الأول يا عم ياسين. ياسين. ألو. أيوه يا شيخ. صباح الفل يا أستاذ ياسين الأول، إزيك؟ الحمد لله. مش سلم عليا الاول وانا داخل كده، انا بعرف اعمل اكل على طول يعني. ها؟ طب بتعرف تعمل اكل ايه طيب؟ كفته. كفته، ماشي الكلام، يلا حالا اقدم في المسابقه عشان تيجي تعملي لنا احلى كفته، اوكي؟ حاجه تانية؟ شكرا. ربنا يحفظك يا حبيبي، العفو يا حبيبي. طيب، صوص الجبنه هاخد منه وهقفل هنشوف. بطاطس البوري ابص على اللحمه، البان كيك شغال، والفراخ كمان استوت. نعم؟ اوكي، دي الفراخ بتاعت السلطة. اهي يا فندم، فاكرها؟ تبرد تقطع على وش السلطة إن شاء الله. حتة البيف فيلي أو حتة الستيك اللي أنا عاملها، هي مش بيف فيلي الصراحة، حتة من التوب سايد غالبًا. بقت جوسي، بص عاملة إزاي؟ نقفل بقى عشان إيه؟ هيقول لك اطلع فاصل، يكون قفلنا بس طبقين. حاضر. خلاص خلصنا حاجتنا، خلاص إن شاء الله. شفت البانكيك عاملة إزاي؟ شوف ريحته حلوة من الفانيلا اللي إحنا عاملينها. معيار سهل وبسيط. ما فيهوش أي حاجة من الصعوبة. عندي طاسة بسنة زيت زيتون، ني في ني، بسم الله كده. عشان أعمل إيه بقى في الطاسة دي؟ أنزل عندي بالبروكلي والجزر دول ني في ني، يعني ني في ني هنشوف، يترقعوا في الطاسة، ما خليهمش يتحرقوا مني ولا يبقى فيهم تفاصيل كتير وزحمة. فص توم يدي نفس وسيبهم قدامي دقيقتين. نجيب طبق حلو، نقفل الطبق على نقفل اللحمه على ما ايه حاجتنا تخلص. طبق لطيف ماشي، ان ده كبير شويه بس عشان واحده. ده كويس. حالا هنكون مع حضرتك. قفل بس الطبق ده وننتهي. هنجيب عندنا الفلفل الاسود طبعا على وش الخضار السوتيه، مش كتير. وهنجيب عندنا البطاطس بري اللي احنا عملناها مع حضراتكم. هناخد واحدة حلوة كده، ونجيب سكليبر تاني، نقلب له ميه ونساوي بيه كده. تمام، والخضار بتاعنا خلاص خد السوتيه اللي انا عايزه. هجيب عندي البروكلي، بسم الله كده، وهبدا هعمل كده. خضار مسلوق وتاخد بسنه زيت زيتون لطيفه مش اكتر وكده. تمام، حته الستيك متبله، بسم الله. شايف المنظر عامل ازاي؟ وروح عامل كده. تمام تمام، وبعدين ولا قبل، خلاص هو كده الطبق ده خلصان. طبق بطاطس مهروسه حلوه مع حته لحمه، طبق مفيهوش اي تفاصيل. البصل المشوي اللي شايفه هينزل هنا كده، وبروكلايه كمان هنا كده، وبروكلايه كمان هنا كده، وحبه الخضار دول كمان ينزلوا معايا هنا كده. وبكده يكون الطبق ده خلصان. رشة فلفل اسود على الوش،
بيطلع على طول على المائدة، طبق لطيف جدا. حالا هكون معاكم والله حالا. تمام تمام، طلع السلطه واطلع فوق اوكي، عشان بعد كده عندي البانكيك ولا ايه؟ طلع السلطه. طب لما نرجع معانا قد ايه؟ طيب ما احنا لو عملنا سلطه في دقيقه دلوقتي يبقى عارف قد ايه بعد كده، ايه رايك؟ ايه؟ طب اوكي هطلع فاصل بس نرجع لازم نقفل الاكل، انا مش هينفع اختم من غير ما اختم صح؟ طيب اوكي نطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل نواصل، اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا قبل الفصل خلاص مخلصين كل حاجه، بانكيك خلاص هنقفله حالا بحضراتكم، طلعنا طبق الستيك، عندي طبق السلطه وعندي الساندوتش. طيب ايه الحكايه بقى يا باشا؟ اسرع طبق سلطه ان شاء الله عشان نخلي الحلو في الاخر. ايه بقى؟ والله كالعاده بعمل اساسيات كده للصوص، واحده ثابته، معلقتين ومعلقتين قد بعض. شكرا. طيب الصوص عباره عن ايه بقى؟ عندي سنه زعتر، فلفل اسود، حبه ملح، وكمان معلقه البقدونس دي مع الزعتر الفريش، مضرب هدوه حاجتي كويس جدا لما تربط. بص المنظر خدت بالحركة مني، هاخد منها معلقة على وش الفراخ، سيبها هنا شايف يا فندم، وهاخد الخضار بتاعي كله وانزل بيه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، فلفل أحمر، فلفل أخضر، طماطم تشري، عندي كوسة بس هخليها في الأواخر، فلفل أصفر، خيار متقطع جوليان او قطع صوابع صغيره، فاصوليا خضراء، ذره، وعندي افوكادو يا رب الاقي بس وقت احاول اقطعها لحضراتكم، وعندي خس وكوسه. هرجع تاني بالتتبيله السيمبل دي، مفيهاش حاجه، ليمون وملح ومتشكرين. بسم الله، تقليبه حلوه كده، شكل الخضار يبقى فريش كده، ريحه البقدونس مع الزعتر مع زيت الزيتون مع الليمون، تيست لطيف. كان نفسي احط لها دريسنج زياده بس انا عايز امشي الامور بشكل ضيق لطيف. طبق سريع هنجيب الخس الحلو ده ونفرشه بارضيه الايه؟ الطبق الشياكه ده، حلو؟ والجزر حواليه كده هو والكوسه. وهجيب عندي الخضار الحلو ده ينزل كده بالشكل ده، وهجيب عندي حته الفراخ اللطيفه دي زي ما هي كده بالتتبيله على الوش، متشكرين. طبق سلطه عايز ازود بصراحه بس هو كان شكله لطيف عشان بس ايه اختصر الامور لحضراتكم. طبق سلطه خضار مشوي وفريش. فاضل عندي الساندوتش الاخير، ساندوتش كريسبي الستريبس. هنوسع على نفسنا عشان نقفل الساندوتش. احنا معدة تمام؟ احنا تمام ان شاء الله. ليه مش بيحدش بيرد عليا؟ محدش بيرد عليا ليه؟ مش سامعيني ها؟ اكيد مش سامعيني صح؟ ماشي، حاولوا تسمعوني يا جماعه. هجيب عندنا بوله فاضيه، وهنجيب معلقه مايونيز، مستردة، كاتشب، نقلب مع بعض. ده الصوص اللي العيال بتحبه ما اعرفش فيه ايه كده. وهنجيب عندنا لقمه العيش اللطيفه دي، عيش فينو عادي، ونقفل على طول.
ساندوتش ما فيهوش اي تفاصيل خالص بالصعوبه. خس اللي موجود اي خس بحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب اللقمه اللطيفه دي، وانا شايف ان الصوص ده يعني انا عارف بيحبوه، بس برضو ادينا بنعمل على قد ما نقدر. خس اللطيف كده. عندي طبق مايه حلوه في النص، خيارايه مخليه، وعندي الكريسبي. بص منظر الكريسبي عامل ازاي. تاني فاضل عندي لسه البانكيك، خصاية وطماطماية، خيارية مخللة، والفراخ الكريسبي اللي عندي. هعمل كده وهجيب عندي طبق لطيف وهعمل كده، طلع السندوتشين دول كده وباقي الفراخ كده عشان وقتنا ما يضيعش، عشان انا عايز اطلع الطبق التاني كده، ويطلع معاه طماطمايه حلوه وخيار المخلل بتاعي، صوص الجبنه. عايز اطلع صوص الجبنه على الوش لو حابين، او نخليه سايد اوردر على جنب كده. يكون ساندويتش ده خلصان معاه ايه؟ اكيد فرنش فرايز. تمام؟ تمام. فاضل عندي اخر حاجه، هي البانكيك اللي كنا بنتكلم عليها النهارده. عباره عن ايه بقى البانكيك؟ قطعه نظيفه بس عشان اقطعه. وجبنا البانكيك، شايف المنظر؟ مفيش أي حاجة من التفاصيل خالص. بسم الله. تمام لحد كده؟ تمام. وبعدين طبق لطيف، يلا بينا. وكمان معلقة العسل النحل دي على الشوكولاتة دي، بيحبوها كده. ويبدأ الموضوع بالشكل ده. حلو الكلام؟ أكيد كلام جميل. حالا أفندم. الله يخليك. وممكن نحط فاكهة، ممكن نجيب عندنا مزايا. كل الحاجات دي أطفالنا لو عملناها في البيت هيبقى الموضوع في اللطيف جدا، يقدروا يتبسطوا بالهنا والشفاء لحبايبكم واولادكم يا رب. وده كده خلصان خلاص، وبكده نكون خلصنا الحلقه، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.